العرب الدراويش. اسماعيلي فضل على كل عربي افريقيا، كيف لا؟ يا اسماعيلي رجع السيرك المصري. كان الاسماعيلي مكانته دايما بيكون في المقدمة. كيف ترى فنيا مباراة الأهلي والإسماعيلي في بداية الدوري العام؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم وكل سنة وانتم طيبين، ونتمنى الروح القديمة ترجع تاني، الروح اللي هي روح الأخوة، روح الصداقة، روح أي روح حلوة بينا. الملعب هو يعني مباراة، وإن شاء الله الجماهير الأهلي مع جماهير الأهلي مع الأهلي، جماهير الإسماعيلي مع الإسماعيلي، بلاش الشد العصبي، تبدأ بداية جيدة إن شاء الله، وإحنا واثقين في أولادنا، واثقين في الدوري بتاع المصري إن شاء الله. القرعة يعني مش عايز أقول ظلمة، لا جحد قوي على النادي الإسماعيلي حقيقي. يعني أنت عندك أربع ماتشات محتاجين، مش تركيز، محتاجين معسكر خاص. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي مباراه تليق باسم الكره المصريه، النادي الاسماعيلي يرجع لهيبته، النادي الاسماعيلي يحقق طموحات واهداف الجمهور، واكيد يعني كل واحد مشارك في المنظومه يتمنى طبعا ان النادي الاسماعيلي يكسب وياخد خطوه ايجابيه من بدايه الموسم، لان الخطوه الاولى دي ليها دافع كبير جدا معنوي عند اللاعب وعند جمهور الاسماعيلي. الماتش جاي مع النادي الاهلي في اول اسبوع، فاحنا برضو عايزين التزام زي ما تعودنا من جمهور النادي الاسماعيلي طول عمرنا، الالتزام بالتشجيع ومساندة الفريق فقط، ما نخشش في اي مخاطرات، ما نجرش لاي مشاكل. ممكن يكون في عناصر عايزه تجرك لحته انت ما ينفعش تخشها دلوقتي، لسه بدايه الموسم واحنا محتاجين الجمهور طول الموسم معانا، مش محتاجين اي عقبات توقف لنا جمهور دلوقتي. موسم احنا بنعتبره اثبات ذاتي لينا وكرامه نادي الاسماعيلي من بدايه الموسم ان شاء الله باذن الله، ويعرفوا ان مجلس الاداره جاب لعيبه كتير وجاب صفقات كتير وجاب مراكز كانت الفرقه محتاجاها عشان خاطر النادي ما تحطش الموقف اللي كان موجود فيه قبل كده. وده طبعا مش هنقدر نحكم ونتسرع على الحكم في الناحيه الفنيه على اللعيبه، لان دي طبعا محتاجه وقت ومحتاجه ضغط على اللعيبه من الاول. بدايتنا كجدول مباريات مع نادي الاهلي بدايه صعبه شويه، لكن ده نادي الاسماعيلي طول عمره كفو قدام نادي الاهلي، نتمنى ناخد درس من مباراه الموسم الماضي اللي خسرناها 4-0 ونكون جادين. الحمد لله يعني الفرقه استعدت وعامله فتره اعداد كويسه، واتفرجت عليها في المباريات الوديه، نتمنى يعني اتفرجنا عليها في ماتش الجيش كان مستواهم متميز ان شاء الله. يعني ماتش البنك الاهلي اتفرجت عليهم برده، يعني نتمنى اداء احسن من كده. بداية قوية، النادي الاهلي طبعا نادي كبير جدا، واحنا طبعا نادي كبير، وان شاء الله باذن الله الصفقات اللي جبناها تبقى على المستوى المطلوب، ومعانا مدرب كبير، مدير فني جديد، مستر جريدو مدير فني كبير طبعا، سي في محترم، واتمنى ان شاء الله تبقى الصفقات الموجوده هتبقى على حسن ظن جمهور اسماعيليه، عند حسن ظن جمهور اسماعيليه، ناس مستنيه منهم كتير. هي منظومه كامله متكامله، انا شايف ان مجلس الاداره عمل تدعيمات جيده جدا جدا. سعيد جدا جدا بوجود جريدو، لان انا قابلته على المستوى كمدير فني، فانا عارف فكره عالي جدا جدا، من النوعيه اللي هي ما عندوش لعيب مميز وكلام من ده، لا ممكن يعتمد على اي لاعب، فبالتالي هيبقى هيلاعب اللعيبه الافضل والاحسن والاقوى. توقعاتك ايه المباراة الاسماعيلي والاهلي؟ 3-2 ان شاء الله الاسماعيلي، صفقات ناجحه جدا وان شاء الله باذن الله هيشرفوا الاسماعيلي ويشرفوا النادي باللعيبه اللي هي جايه جديده، ان شاء الله هيحقق مكسب كويس ان شاء الله. الاسماعيلي ان شاء الله يكون هو الفائز باذن الله في المباراه ديت، ويكون 3-0 يعني باذن الله. نفسي ان الاسماعيلي يكسب بسكور كبير على الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يكسب الاسماعيلي ان شاء الله. مين اللي يحرز الاهداف؟ احنا مش مشكلة هدف، بس اهم حاجة الاسماعيلي يكسب ان شاء الله. الاسماعيلي يكسب 2-0 ان شاء الله. هنغلب باذن الله. كام ان شاء الله؟ يكون 1-0 بس هنغلب.